بابا فيش تفرج برب فيش نتفرج فيش نتفرج سبايدر مان فيش نتفرج هذا يا سيدي برنامج وثائقي على البهايم وعليش تفرج على البهايم يا اخي بتعرفش البهايم شنو ما والله هاو قداش عمري توا والله يا زياد يا ولدي قد التو فهمت ما البهيم البهيم بابا بهيم علاش بهيم خاطرو بهيم اي اي ريتش مره بهيم يمشي وحده في الكياس ما تلقى راجل وراه يضرب فيه خاطرو بهيم اي واش يرحم فم في الكلمه اللي قلته البهيم يقعد طول عمره بهيم انت شوف انا ريتش مره في حياتك بهيم فهمني ولا خلى الماء ما يمشيش انا نعرف بهيم يخلي في الماء يمشي يخلي في الضوء يمشي وما يقراش بهيم فهمتني قوم حل الباب يا بهيم عسلامة عسلامة شنو احوالك مرحبا بك تفضل تفضل ارتاح مرحبا مرحبا زارتنا البركة تفضل تفضل جيت في وقتك والله العظيم مرحبا بك مدام نوال مادموزيل شيف بعثتني لا سوسيتي وي شيف مادموزيل 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 زياد قوم جيب المبسس زياد رجل خالتي مريض شويه انا لاهي به عمره 80 سنه مش تشوفه كيكا صغير في اللي عمره كتر عمره عنده زهايمر الحمد لله انا بيدي مادموزيل مازول معناتها ما زلت ما ان شاء الله قبل تلحنانا وانا حاب ان شاء الله ان شاء الله حاب ناخذ من العالم العربي بيان سور كي نلقى ناخذ انت ايش باش طيب ايش باش طيب لي ان شاء الله ان شاء الله شوربه بلسان الطير شوربه بلسان الطير اوه طير الحمام ود القمري ايه طير وشنو هي اخر وما عندنا سياب الدجاج وما عندنا سياب الدجاج دخلتي قلبي والله كي الشوربه هابط هكا هاي نمشيو للكوجينه نمشيو 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 شف شافو شف شافو شف جعفور نوال كمون ديراج ما تتصورش قداش فرحان اللي جيت في وقتك يا حبيبي قال المصري والله شكرا انت قلت لي اهم حاجه انت يعني طيب مليح بعد دق مش لازم نركز معك شويه انا باش نتلفت هيك وانت احكي على الشربه مفيش مشكله احكي لنا على الشربه نحكي لك لازم تشوفني كيفاش نطيبها انت غير شنو نحطوا في الشربه نتاعنا احنا نبداو نحطوا اللحم يتقلى اي بعد لي ليغوم هي اون جينيرال لي ليغوم كاين اللي يرحيوهم انا حبيت نخلي لي ليغوم باسكو على بالك بلي سي تري بون فور لا سانتي اي وفي رمضان الناس ما ياكلوش بزاف تو سكي ليغوم صحيح مالا حبيت نخليهم حبات حبات هك باش تكون جوغ اون سوب ازياتيك ازياتيك اي صحيح بي دونك عندنا السفناريه زروديه عندنا القرعه قرع اللي هي قرع وعندنا البواشيش حميصة عندنا البصل حشيش مقطفة حشيش عندنا الحشيش في وسط الشوربة نحطوا الحشيش وي إن شاء الله ربي قدر الخير وعندنا الزبدة فوالا حبا احنا نستعملوا السمن نعملوا السمن واللحم شوية زيت اي لسان الطير لسان الطير هذه اسمه لسان الطير احنا في تونس نقولوا لسان العصفور سبحان الله ما نختلفوش يعني ايه احنا خيوه خيوه بيه. نبداو تويكه بالشربه نتاعنا شنو تستحق انا طمد لك طني ديجا القدره اللي ندير فيها القدره تحب هذه لا لا هذه هلا اشترينا بالمصروف هذه القدره كبيره شويه ها طيب لك شويه مسيحات اوكي وانت الشربه طيب شويه لا نطيبو كيما تحب انت تقول لي انا نعملو ان شاء الله تحب بالك تزيد ها سي جامي دونك نبداو تحب على الزيت تبدا بالزبده الزبده تفضل وعطيني الكويير الكويير اللي هي الحطب الكويير حطب فوالا الكويير حطب اي نعم سيدي الوغ كيما تعرف كي نستعملو السمن ولا نستعملو الزبده توجور نديرو شويه زيت باش ما تحرقش اي بيه اوكي دونك كيما قلت لكم كي نحطوا السمن ولا الزبده نحطوا شويه نكيتا زيت شفت كيما دوبلاش مش كيما اللي عندي انا خليني مرحبا بك مرحبا بك ما تكترش باسكو عندك الغنمي عندي الغنمي
عندي نغني نربي فيه أولادي. خالي هذاك خالي مولود 1874 هذاك اللي تشوف فيه يظهر رقيق ضعيف هذاك هذاك يظهر صغير ما يكبرش اللطف هذوك ميناوس يتسموه ميناوس من 1847 تشوفه من بعد توجي وديما يهز ويصبط في الكلام فهمت يحس روحه صغير ويحس اللي انا ابوه وساعات يحسني امه سبحان الله سبحان الله واحد شي يقول سبحان الله الله حنا الحمد قطعوهم تي مغصوة اي بارك يا صاحبي شنو تبدلها الفوخه نبدلها الفوخه اوكي نبدلها الفوخ خير اللي تقولي علينا انا تفضل لا والله شعره لا تشوشط هو تشوشط شويه هلا بدك ندير اللحم تاعي اي في الزبده وفي الزيت بعد ما عملنا اللحم ايش نعمل بعد يتقلى مليح اي داكوغ اي بعد ما تقلى نزيدوا البصل نزيدوا البصل انتم شنو شروطكم ما عندناش شروط لهنا لحظة بالله كمل معناتها حتى شروط حتى لا ذهب لا فضة لا لا هذوك باينين لازم ما تبعوش قال الله والرسول يعني ما بعد صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم بعد ما تقلى اي ندير الحميصة ديري الحميصة ما ديرش بزاف باهي هي الحميصة في الشربة خبي الغدوة اي خبي الغدوة حافقة وخبي الغدوة ها هي على يدي الحج سردية ما سألتنيش فاش نخدم ما سألت ايه زاد تسأل عليا كيما انا سألت عليك زاد تسقسي عليا هيا قول لي واش تعمل انا رئيس مدير عام عندي شركات تاع امبور اكسبور اهي بارك نصدر ونورد لا يبارك ما نقعدش في تونس 30,000 دولار ناخذ الشهر ان شاء الله سبحان الله يبارك لا يبارك خالي عندي خالي هذايا لا يبيع عنده زهايمر فهمت ديما في الخارج ديما عمري ما نقعد الا في رمضان نحب ديما نقعد في الدار سلام اه وي الو ندير الحشيش ندير الحشيش لا وقته الحشيش نخليه هاك ما عندكش باش ما تقصش تحب تقص لا خليه هاك حطك لا خير شنو هي؟ دوكيمونتير هذاك اللي نفرجوا فيه الحشيش ناكلوا فيه تو هكا لا لا تنحيه من بعد هذا اللي يقعد تقصوا لا تحطينا الحشيش هكا يظهر لي من بعد يتنحاو ما تنحاو مانيش حطيتهم من الاول لا 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 مش تفهم وراه هكا مانيش فاهم مش رجعك لدار بوك لا 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 نتفاهموا تني حاقدك باش ما تكترش الشربة تاعك بالحشيش صح روحت بعد دوك شاني ندير دوك نحطو لا بوم دو تير حطي ولا عملي ربستيني توا ما طلعتي لي زبل الراسي حطي الحشيش صح وجد لي الماء ها وجد لي الماء الماء تحب الماء اه الماء ما سخون اه ما ما سخون اما وصفش نصبو انا الماء سخون زي عندي خالي هو كان مغروم برولون جاروس هذاك خالي تشوف مازال واش دبر معناتها القمصان ما قلت لك فاقد الذاكره يلعب بيه في رولون جاروس قمصان الواحد معناتها ما خلى لي شيء في الدار الحمد لله معليش قلت لك تديهم اجر انت وين تسكن في الجزائر؟ احنا ان بو بارتو اللهم صل على النبي ياسر السلام لا لا انت داركم وين؟ دارنا بجهه بوسماعين في بو اسماعيل بالحق تسكن؟ اه روعك بو اسماعيل قسما بالله لا نعرفها وكبرت في لاكولون 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 فارول جايه تحت حيدره تحت حيدره بالضبط وعشنا قنيت في رغايا وعشنا في مليانة عشنا في مدية عشنا با بارتو بوك كان معتمد خاطر تدورو من بلاصة بوك شكان يخدم؟ لا 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 توجور ايتي في الكوميرس في الكوميرس معناتها تتنقلوا مع الوالد اسمعني قداش يقعد يتقلى هذايا خلاص لازم مازالش بلي مازال ما درتش زيبيس لا لا نعرف ما هو ثم ناس يتفرجوا فينا لازم يعرف قداش يقعد يتقلى لا لا لو طون شوف كيش يتقلى ايه 5 دقائق 10 مينوت 10 مينوت عزيزي المشاهدين 10 مينوت خلينا نرجع نشوف اموري 10 مينوت
شيف جعفور. قال لي لا تتقلق. ودوك زيد لها طوماط كونسونتري. طوماط كونسونتري معناتها كيما كونسونتري مركزة. معجون طماطم. معجون طماطم. هي ثم طماطم مركزة وثم طماطم ماهمش شوية. وعلى بالك باللي لازم لا طوماط كونسونتري تتقلى تما وتجي تكون عندها بنة. ايه لازمها تتقلى. أعطيني شوية سكر باش نحي لاسيديتي. نعطيك شوية سكر. توت سويت. انا وقت اللي ان شاء الله باش نعرس خاطر انا لازمني نعرس خاطر قعدت وحدي سي نورمال سي نورمال انا ماذا بيا الزوجه ديالي ما تعمل والو انا راني صايب انا في الكوجينه وهي تخدم وتبرى وتريقل هذا من فهمت لا يعطيك على حسب قلبك شنو نقولوا حنا لي زاجيريان شنو تقولوا لا يعطيك على حسب قلبك ان شاء الله والله الامور بدات تلحق ان شاء الله دوك كي تقلاو كامل ندورو لي زيبيس لي زيبيس باسكو كان درتهم مع الاول اللحم تاعنا واش يصرالو واش يصرالو يدخلش فيه الطياب ما يدخلش فيه الطياب هكذا يدخل فيه الطياب ويجي يدوب في الفم صحيت اش نعملو تو نذوب الملح باش تخرجيني من الكوجينه غادي زيدي اقعد لي تخرج انا غادي نشب غادي هاني غادي انا كتعبي صح كي نقول لك زعما تعرفهم نعرفهم بيان سور صحيت بيان سور صحيت ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر احنا راهو فهمت الملح عطيني فلفل كحل فلفل كحل سيدي ما فهمتش لا مش فاهم الموضوع صح عطيني العكري نسيت صحيت بجربي هو العكري وي الاولاد بربي تكسير تصفيق عاد بجربي والله العكري اسمه العكري فلفل ما تقولوا العكري صلي عليك العكري الفلفل الاحمر في الجزائر اسمه العكري عطيني شويه كركم كركم عاد هذه عاد بارتو دون لو مود حتى في الكركم وعطيني راس الحانوت راس الحم راس الحانوت راس الحانوت لازم نعيط لزياد خالي هذا راس الحانوت راس الحانوت نورمالمون هو صحيت هذا ما نختلفوش على بعضنا برشا احنا نقولوا التابل والكرويه اه ماشي كيف احنا كرويه وحده اه واعطيني دوكا دوكا نعناع فوالا اليابس برشا والله برشا في تونس يطيبوا بالنعناع يعمل ريحه فاوحه وما تتكلمش ياسر يا طه والله الله مصلي على النبي سيلونسيو كل ما حياتي تفضل يا عيشك وتفور الاخلاق وتفضل ان شاء الله فهمت قلت لك نعملوا فرح بالزازة ان شاء الله نعملوا عرس ومستح كي زمان كي زمان ايه ودوك نستعمل طماطم طماطم لا اخترت لي فيها الثوم باسكو هذه بالحق نديرو لها شويه فيها ثوم فيها ثوم اوه على بيدي ما نعرفش هذه فيها ثوم دونك الشوربه نتاعنا تويكا المكونات الكل حاضره تتقلى شويه لا طوماط ايه نديروها الماء نغطيوها نغطيوها ان شاء الله صحيت وراي نغطيوها هذا تسموه ذا؟ غطيوها غطيوها ألف ألف خطوة نغطيوها ألف تنقيزة ونغطيوها ونغطيوها ذا هذه عمرها بالماء عمرها بالماء لا هذا مسلسل دين الوديان هذا يا خويا نعمرها بالماء حط عليه شو تعملي بها تو هذه؟ كيف تشوف عندنا لسان الطير عندنا لسان الطير باش يتلقى نقوف الشربة تاعنا ونغليوه تسطيوه باسكو كان نرميه ديريكتومون هكذاك الشربة تاعي ما تخلاص تولي ماشي شربة تعجن واه الشيف جعفور